هنعمل مكرونه بالتركي والكريمه. انا النهارده هعمل وصفه مستخدمه فيها اصلا التركي اللي هي شرايح الرومي المدخنه، فهعمل معاها كمان مكرونه بنفس التركي اللي انا هستخدمه. تعالوا نشوف المقادير. 600 جرام مكرونه مسلوقه، مكرونه بنه، مكرونه سباكيتي، اي نوع مكرونه في الحياه عندك اشتغلي بيها. 4 فصوص من الثوم مفرومين، يعني حوالي معلقه كده صغننه. تركي مدخن اللي انا قلت لكم عليه اهو، ممكن تستبدليه ببسطرمه، ممكن تستبدليه بلانشو، ممكن بهوت دوج بلحمه مفرومه، براحتك خالص. معلقتين كبار من الزبده ومعلقتين كبار من الزيت ونص كوبايه شبت مفروم. الشبت مع الكريمه في اي مكرونه بتبقى خطيره. كوبايتين كريمه، كوبايه حليب، معلقتين كبار من الدقيق، ملح وفلفل، وبس كده. بصوا مقادير سهله قوي. طيب تعالوا نشوف هنبتدي بايه. بصوا بقى، ناخد كده شويه من الزيت بسيط. انا هستخدم زيت وزبده، عايزين نستخدمه زيت بس ماشي، سمنه ماشي، بس يعني زبده مع الميكس ده بتبقى احلى. وهاخد شويه من الزبده، طبعا الطاسه بتاعتي سخنه عشان ايه ننجز على طول الموضوع ما يوقفناش المطبخ كتير. مجرد ما الزبده تسيح هنزل بالثوم. ممكن نحط بصلايه مفرومه، ممكن نحط اعواد بصل اخضر مفروم، بس انا بحبها بالطريقه دي بنفس التفاصيل بنفس الخطوات، بتطلع خطيره. ادي معلقه صغيره من الثوم، خلاص بقى ما جاتش على دول هنحطه اهو. بس انا عايزه الثوم ريحته تخرج، بزود بقى شويه ملح، فلفل اسود، واقلبهم مع بعض كويس. مش عايزه الثوم لونه يغير، مش عايزه الثوم يبقى ذهبي، انا عايزه بس يا دوبك يبيض، مش عايزه اكتر من كده. طيب الثوم وصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، انا مش عايزه حاجه اكتر من كده، لونه ما غيرش، ريحته خرجت عندي، هنزل بعديها بالتركي. طبعا هو كده كده مستوي، يعني هو بيتاكل اصلا على طول زي فكره اللانشون، بس انا بحب اديله تشويحه. ليه؟ ياخد من طعم الزبده، يتنكه بالثوم، ياخد عندي طعم مختلف غير اللي انا باكله في السندوتشات العادي. فتشويحه كده بسيطه. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد ده كده في جنب. تمام. ويزود زبده، يزود زيت، انا هزود شويه زيت صغيرين. اهو، وهجيب شويه الدقيق. وصفه بسيطه قوي، يعني كنا يعتبر الوصفه خلصت. شويه دقيق كده على جنب وابتدي اشوحه. ممكن على فكره تشوحهم مع بعض عادي، بس انا بحب ادي للدقيق تشويحه في حاجه جانبيه، يعني بدل ما اروح ارفع التركي وبهدل طبق تاني، فانا ليه؟ مش عايزه اكون بهدله مواعين كتير، انا عايزه الموضوع يبقى سهل كده وسريع. كل دقيق عندي اختلط بالماده الدهنيه، هستنى بس يا دوبك لونه يغير درجه، يمكن اقل من الدرجه كمان. الكريمه والحليب، تعالوا ننزل بالحليب الاول، تقليبه كويس، وانزل بعديها بالكريمه، تقليبه كده، واروح بقى واخده التركي اللي انا شوحته بالفعل واروح مقلبه كله مع بعض. بصوا بقى جمال الصوص هيبقى عامل ازاي، شايفين بقى الجمال؟ الريحه خطيره. هزود بس شويه ملح، وبحط طبعا الشبت في الاخر عشان ما يتبلش كده ويبقى ايه تعبان، تحس ان هو لونه مش مزهزه زي كده. خلاص بهدي بقى النار خالص اهو. هنزل بقى هنا بالمكرونه، وانا من الناس اللي بحب الصوص يبقى كتير في المكرونه، فمش هنزل المكرونه كلها، وهشوف يعني هشوف الوضع اخباره ايه. بصوا الجمال بقى خطيره. طب انا حاسه انا محتاجه ازود شويه ميه صغيرين خالص لا يذكروا، هنقول مثلا ايه ربع كوبايه ميه هتظبط عندي القوام كمان عن كده، حبه صغيرين خالص. بصوا قد ايه صغيرين ونص اهو. شفتوا السهوله؟ الشبت مع التركي مع شويه التوم والزبده اللي في الاول، ملح وفلفل وكريمه وحليب وبس. شايفين القوام؟ انا عايزه اطلع لكم كده تشوفوا نعومه الصوص عامله ازاي. بصوا الجمال اهي، كريمي جدا جدا وناعمه وريحتها خطيره. بس كده انا كده بالنسبه لي خلاص مش عايزه اكتر من كده. يعني هنسيبها قلنا على النار مثلا 3 دقائق 4 دقائق بكتير. لو الصوص بتاعك خفيف، وده ساعات بيحصل كتير مننا، بجيب شويه حليب متقلب فيهم دقيق وانزل بيهم، هتبقى لطيفه جدا وزي الفل. شايفه تعالوا نقدمها دلوقتي. وهخلي شويه شبك كده على الوش، ممكن ايه نرشهم نظبط الشكل.
بصوا بقى الجمال خطيرة بجد، والشبت فريش كده.